سمية الخشاب ترد على محمد رمضان بنفس طريقة الملبن. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تسبب رد الفنانة سمية الخشاب على زميلها الفنان محمد رمضان بقولها بالراحة على الملبن أحسن يتكسر في تصدر اسمها على مؤشرات الأكثر بحثا بسبب المغازلة التي أطلقها محمد رمضان قبل أيام، وردت عليها سمية الخشاب بنفس الطريقة متفاعلة مع الضجة التي أحدثتها مغازلته لها ضمن ترويجه لمسلسل الجديد موسى الذي يشهد أول لقاء فني بينهما. وكان رمضان قد شارك قبل أسبوع أول صورة تجمعه مع سمية الخشاب من أحداث مسلسل موسى وعلق عليها بلسان شخصيته في العمل: عندما يكون الملبن أمامك والدكتور يمنعك منه. وردت سمية الخشاب على مغازلة محمد رمضان بنشر المزيد من الصور لها معه من نفس المشهد بمسلسل موسى، وعلقت عليها بالراحة على الملبن يا موسى لا ينكسر، وأوضحت إن التعليق السابق على لسان شخصيتها في العمل حلاوتهم. شكرا لكم متابعين قناة ترند، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.